خبرني شو الألعاب اللي تلعبها أو الرياضات اللي تسويها؟ كل الرياضات اللي تخطر في بالك لعبتها بس من 30 سنة. ما في رياضة، تنس، سباحة، سكواش، تبل تنس، طائرة، سلة، شو ما كريكت. الحين الحين ما نلعب الا سوشيال ميديا. والله يعني عندك ميموري ماسل تقدر تنافس، تقدر تتحدى. ان شاء الله ان شاء الله. تابع مباريات كوره؟ شو عناوي تشجع؟ صراحة أشجع منتخب الإمارات، بس المنتخب منتخبات يعني. كنوادي؟ كنوادي كنت ألعب في نادي الوصل، طبعاً كنت ألعب في نادي الأهلي، فأشجع الوصل أول شيء. وصلاوي؟ هاي وصلاوي بوي الإمبراطور. هاي وصلاوي. حتى رمزتك مال دبي، يعني على قولتهم مال دبي. تعلمنا عدل والله. وما حسيت يعني خلال مرحلة من مراحل حياتك في تنمر كنت تمر فيه؟ والله أنا دائما قلتها كثير. الغريب والله إنه يعني أول ما جينا الإمارات في 72، عاد هاك الوقت ما شيء أجانب، حتى ما شيء من دول شرق آسيا وهايد، فأنا كنت الوحيد. عاد هاك الوقت الربع كانوا شوف 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 واحد جديد جاي شكله غير عن غريب، لحية ما في. لا بس سبحان الله شافوا يا هاي الصغير، بس ما اعتبروني كواحد اجنبي، ما عمري حسيت اني اجنبي، انا دوم حسيت اني اماراتي يعني منهم وفيهم. احيانا لدرجة والله اني يوم نش الصبح اطالع في المراية لاني متعود اشوفه ويوه ربعي، اقول منو هذا الشيء ناوي هذا؟ فالتنمر ما حسيت فيه إلا في السوشيال ميديا. أنت مش وايد قديم في السوشيال ميديا، أنت جديد لكنك اكتسحت. يعني دخلت على قولتهم، تعرف اللي ينط البحر يتسبح، أنت على طول دخلت العمق، غصت. قل لي. والله بالصدفة أني عقب سالفة كورونا فنزلت فيديو واحد، والفيديو هذا سبحان الله انتشر بين الناس كانوا كل واحد ينشر الفيديو هذا على العموم. فبديت بعدين أسوي شو تقارير عن كورونا في اليوتيوب، تقارير أخبارية يعني؟ أخبارية. واحد اثنين ثلاثة، قدم برنامج عيش الفجيرة. برنامج عيش الفجيرة برنامج يقدم من جميع المناظر الجميلة الخلابة في الفجيرة وجميع ما يشتبس السائحين والمستثمرين، فتابعونا إن شاء الله نراويكم أماكن حلوة، أماكن جميلة، أماكن استثمارية. ياس، فضلوا ويانا. سلام. ايه جري. ما فكرت تكون مذيع؟ لا، دقة والتصويب لك فيها ولا لا؟ حتى لو ما في مجرد. حبيبي انا حنصنين نتعلم على طول. زين، انا بترك الموضوع هذا للميدان، وباك الحين تستانس في الطريق لنوصل. شو رايك؟ تم. يلا شوف الدرب وشوف الجيرة بجماليتها وجبالها وتضاريسها المتنوعة. وصلنا يا احمد لنادي الفجيره للرمايه. حبيبي بنشوف مهاراتك يا روبن هود. يلا شوف، من الحين اقول لك الرمايه ما بتهون بي اكيد، بس انا اتعلم بسرعه.